يعني ممكن مثلا يعني مثلا يعني واحد بيحب النادي الاهلي تمام، فبيتقبل من اعلامي معين انه يتكلم بطريقه معينه عن النادي الاهلي ويدغدغ مشاعر الاهلاويه ويكبر في الاهلي ويفطس في الزمالك، ومش مقبول من الاعلام الزملكاوي انه يعمل العكس فيتهاجم الاعلام الزملكاوي او النجم الزملكاوي. هو الموضوع كبير يا احمد والله، يعني انت انا بتكلم على موضوع كبير و يعني موضوع كبير؟ موضوع كبير، انت بتتكلم على السوشيال ميديا دي ممكن تحرك يعني تحرك ثورات زي ما بيقولوا. لا يعني ايه موضوع كبير؟ بتكلم على 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 الجانب الاعلامي. انا بتكلم مش على السوشيال ميديا. بص يا احمد انا بتكلم على اصل السوشيال ميديا ممكن يبقى فيه لجان وبتحركها. الله اعلم. بص يا احمد الله اعلم. بس اللي بيحرك الجماهير هي السوشيال ميديا مش البرامج التلفزيون. انا بتكلم بس ممكن تصريح يطلع منك يا كابتن تامر يقلب الدنيا. ممكن زي هقول لك على حاجه، زي تصريحات دلوقتي شادي محمد دلوقتي. انا ما سمعتش التصريحات بس في عامله قلق مع جماهير نادي الزمالك. تصريحات مثلا احمد بلال على طول، دايما احمد بلال بيجي في برامج وطبعا المذيع طبعا لازم يستفزه بمصطفى محمد، لازم يتكلم على مصطفى محمد، ياخد الماده دي يصدرها على السوشيال ميديا، فبتعمل قلق جامد وبتعمل زي ما بقول لك كده عاوز يعمل ترند او عاوز يعمل مشاهده. فالكلام يعني ده هو يعني غلط. شادي محمد وهو كابتن النادي الاهلي التاريخي عايز يعمل مشاهده؟ ما مش عارف. طب ايه تفسيرك انت؟ لا هو عاوز مثلا يبقى في يعني هقول لك ايه، يعني شادي محمد بقى له فتره بعيد وعاوز يعمل جدل على الساحه فبيتكلم يعني بيغازل اداره الاهلي مثلا؟ مش عارف الله اعلم. ممكن يعني هو ممكن لا ما ايه تفسيرك انت يعني؟ يعني النهارده مثلا انت تقول مثلا ان جمهور نادي الزمالك 80 مليون مصري، طبيعي ان جمهور نادي الاهلي هيطلع طبيعي هيهاجمك. اكيد طبيعي اكيد. لا هو بص اقول لك على حاجه، الجماهير هنا والجماهير هنا واقفه على كل كلمه، واقفه على كل تصريح، واقفه على كل اي حاجه تمس. لو انا مثلا انا راجل زملكاوي لو هتكلم على النادي الاهلي الاقي نفسي بتهاجم. ده طبيعي. انما لما نفس الشيء برضه نفس الشيء. هو القصه كده انت بتتكلم يعني واحد زي شادي مثلا بيقول ايه مثلا 80 مليون مصري ممكن يبقوا 90 مليون مصري على فكره. انا يعني مش عايز ايه يعني مش عايز ازعل الزملكاوي اقول لهم يعني دي الحقيقه يعني. طب دي صح يا احمد يعني معلش يعني برضه راجل كبير وكابتن التاريخي للنادي الاهلي صح يقول الكلام ده مثلا؟ يعني انا ممكن اقول التصريح ده اللي انا اقول مثلا قالب الايه اقول لك مثلا 90 مليون زملكاوي و10 مليون اهلي؟ انت 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 حاسس بالكلام ده؟ احنا كزملكاويه احنا حاسين ان احنا 50 50. انا حاسس ان انا بتعامل مثلا هنا لو احنا 100 مليون هنا 50 مليون وهنا 50 مليون. البيت الواحد لو ممكن مثلا اقول يا سيدي يعني 60% اهلاوي اهلي اهلاويه. مش اكتر من كده. بص يا احمد المفروض احنا كمثلا ايه خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر. يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج. انت مش هتخسر حاجة ولا في اي نوع من التعرض لاي خطورة. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.